أهلا بكم في حلقة جديدة من تيك توك. يوم 3 يناير 2020 تم اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد. الاغتيال تم بطيارة بدون طيار بأمر من الرئيس ترامب لتصفية قاسم سليماني اللي اتهمته الولايات المتحدة بالتخطيط لعمليات إرهابية وهجمات على أهداف ومصالح أمريكية في العراق وفي المنطقة العربية. قاسم سليماني كان الجنرال الأقوى في إيران واللي كان بيرأس قيادة فيلق القدس، وهي وحدة خاصة من وحدات الحرس الثوري الإيراني ومسؤولة عن العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج حدود إيران. أعتقد أن حضراتكم ما سمعتوش كتير عن الدور اللي بتقوم بيه القوات الخاصة الإيرانية وخصوصاً فيلق القدس في كل أنحاء العالم، ودوره في تأجيج الصراعات وتدريب كتير من الكتائب المتطرفة وغيرها في المنطقة العربية، وده موضوع شرح طول. عموماً اغتيال قاسم سليماني كان نقطة فارقة في تصاعد الأحداث بين أمريكا وإيران خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، واللي من حضراتكم مش متابع الصراع الأمريكي الإيراني مهم يعرف أن العداء بين أمريكا والحرس الثوري قديم مش حاجة جديدة، وبيرجع لوقت تأسيس الحرس الثوري في أعقاب الثورة الإيرانية سنة 1979. إيران استخدمت الحرس الثوري وخصوصاً قوات فيلق القدس لتدريب وتأسيس وقيادة كتير من العمليات العسكرية في المنطقة، واللي بدأت مع حرب العراق وإيران من 80 لسنة 88، وكمان دعم حزب الله في لبنان واللي اتهم بكتير من العمليات الإرهابية حوالين العالم. المهم أن الولايات المتحدة أعلنت في أبريل 2019 إدراج فيلق القدس وقياداته كمنظمة إرهابية. المهم أمريكا قررت التخلص من قاسم سليماني قائد فيلق القدس باستخدام سلاح من أهم الأسلحة في الترسانة الأمريكية وهي الدرونز، وده طبيعي لأن واحد زي سليماني أكيد ما كانش هيموت موتة طبيعية على سريره. لكن تفتكر إزاي أمريكا حددت قاسم سليماني وإيه نوع الطيارة اللي استهدفته وقدراتها وإزاي بيتم التحكم فيها؟ وكتير من المعلومات هنعرضها لحضراتكم بعد الفاصل. أهلا بيكم. استهداف قاسم سليماني وموكبه قرب مطار بغداد تعتبر واحدة من أهم الهجمات اللي نفذتها أمريكا باستخدام الدرونز. الطيارة اللي استخدمت في الهجوم ده من نوع بريدتور، وتحديداً MQ-9 ريبر، واللي أطلقت على الأقل صاروخين من تراز هيل فاير على موكب سليماني اللي تحول إلى الركام، وكان بالفعل صعب جداً تحديد هويته من وسط القتلى اللي في الموكب اللي استهدفته الطيارة. لكن الحاجة اللي ساهمت في التعرف على جثته هو الخاتم اللي كان بيلبسه دايماً وفيه فص أحمر. التقارير بتقول إن استهداف سليماني ما كانش موضوع صعب بالنسبة للاستخبارات الأمريكية. الراجل تم تتبعه من سوريا يوم الأربعاء 1 يناير، ثم لبنان الخميس 2 يناير، ثم العراق الجمعة 3 يناير. رويترز بتقول إن اللي أكد المعلومات بالتحركات كانوا عملاء للاستخبارات الأمريكية في المطارات اللي عدى عليها سليماني لحد ما نزل العراق وتم استهداف موكبه بعد خروجه من المطار بطيارتين درونز من طراز MQ-9 ريبرز. بالمناسبة الأمريكان ما عندهمش مشكلة في التعاون مع أي حد حتى لو إيران، وفي تقارير كتير بتقول إن الأمريكان تعاونوا مع سليماني ذات نفسه قبل كده بعد أحداث 11 سبتمبر. لكن في نفس الوقت اتحط على قوائم الاغتيالات كذا مرة من قبل الاستخبارات الأمريكية، خصوصاً إنه بيتحرك كتير وبالطريقة دي هو صيد سهل باستخدام الدرونز في الوقت والمكان المناسب زي ما حصل في 3 يناير 2020 وفي العراق. نيجي بقى للطيارة اللي اتقتل بيها سليماني وأعوانه. زي ما قلت لحضراتكم دي تعتبر واحدة من أكتر الدرونز تطوراً في الترسانة الأمريكية، وإحنا اتكلمنا عن الدرونز قبل كده في موسم سابق للبرنامج، والحلقة هتلاقيها على قناة تيك توك على اليوتيوب. لكن النهاردة محتاجين نتكلم أكتر عن التطور اللي حصل في النوع ده من الطيارات بشكل عام، والطيارة اللي استهدفت سليماني بشكل خاص. الدرونز زي ما هي معروفة في الميديا باسمها الأصلي UAV، ولها أشكال وأنواع كتير جداً. معظم استخدامات الدرونز في التجسس والمراقبة ودعم القوات على الأرض، لكن في أنواع تانية من الدرونز بيتم استخدامها بشكل أساسي لعمليات القتل والاغتيالات زي ما حصل مع سليماني. الدرونز موجودة من زمان، من الحرب العالمية الأولى تقريباً، لكن ما استخدمتش بشكل كبير في الصراعات العسكرية غير تقريباً في سنة 1982 لما استخدمتها إسرائيل في تدمير الطيران السوري. بعد الفترة دي الولايات المتحدة طورت مجموعة من الدرونز خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. من أشهر الطرازات دي هي بريدتور اللي ظهرت في التسعينات وتحديداً 1995، وكانت موديل MQ-1 بريدتور، وكانت بتستخدم بشكل كبير في الاستطلاع والتجسس، لكن تم تطويرها لإطلاق صواريخ هيل فاير الموجهة أو اللي معروفة كمان باسم فاير أند فورجيت لأنها بتتتبع الهدف تلقائياً بالليزر. كل طيارة بتشيل تقريباً حوالي صاروخين من النوعية دي. البريدتور واحدة من أنجح أنواع الدرونز اللي طورتها الولايات المتحدة، ونوع ده تحديداً اللي ساهم في استهداف شخصيات مهمة جداً في الجماعات الإرهابية في مختلف الدول تحت برنامج سري للاستخبارات الأمريكية أو CIA.
في شخصيات كتير تم قتلها بالدرونز وتحديدا البريدتورز زي مصطفى ابو اليزيد اللي كان المسؤول العام لتنظيم القاعده في افغانستان في 2010 واللي كان مشهور في فيديوهات قناه الجزيره. عندك كمان ابو يحيى الليبي اللي اتقتل برضه في 2012، وعندك كمان عطيه عبد الرحمن الرجل الثاني في تنظيم القاعده سنه 2011، وكمان انور العولقي اللي اتقتل في 2011 في اليمن بقرار من اوباما وغيرهم كتير. مع الزيادة في استخدام الدرونز وخصوصاً بريدتورز وأجيالها المختلفة، في خبراء كتير بيقولوا إننا داخلين على حقبة جديدة هيكون اللاعب الرئيسي فيها للآلات الذكية والدرونز بدل الطيران التقليدي، وده هياخدنا لتفاصيل قصة صعود البريدتور ومين الشخصيتين اللي طوروا أول طيارة من النوع ده وبقوا مليارديرات. استنونا بعد الفاصل. نرجع تاني لحكاية الطيارة البريدتور. الطيارة دي هتستغرب لما تعرف ان الاخوين ليندن ونيل بلو اللي ظهروا على غلاف مجلة لايف سنة 1957 هم اللي ورا كل التطور اللي عملاه CIA في الطيارة البريدتور. نيل بلو عنده دلوقتي حوالي 86 سنة وثروته حوالي 4 مليار دولار، ويمتلك 80% من شركة جنرال اتوميكس اللي بتصنع البريدتور. اما اخوه بقى ليندن فيمتلك 20% من الشركة. في وقت أحداث 11 سبتمبر البريدتور بقت أكتر الدرونز اللي بتستخدمها أمريكا في أفغانستان واليمن والعراق والصومال، وحسب التقارير الاستخباراتية الرئيس أوباما أصدر تقريباً تصريح ل 500 هجمة من هجمات الدرونز، وترامب تقريباً حوالي 259 هجمة. شركة جنرال أتوميكس بتبيع مئات الطيارات دي لدول كتير حوالين العالم، وتكلفة الطيارة تقريباً 16 مليون دولار. قبل الانضمام لشركة جنرال أتوميكس الأخوين بلو كانوا بيحبوا جداً الطيران، وكانوا بيطيروا كتير جداً بطائرتهم الشهيرة بلو بيرد لحد ما ظهروا على غلاف مجلة لايف سنة 57 زي ما قلنا. المهم الأخوين بلو اشتغلوا في حاجات كتير جداً زي العقارات والزراعة وصناعات تانية، لكن الطيران كان في دمهم، خصوصاً إن نيل بلو كان بيفكر في فكرة الطيارات بدون طيار من فترة كبيرة جداً. في الفترة من سنة 1984 لحد 1988 اشتغل نيل في مشروع لشركة جنرال أتوميكس لعمل طيارة بدون طيار سماها بيردي ومعتمدة على الجي بي اس. ساعتها مديرين الشركة اتريقوا عليه وقالوا له ايه الطيارة الرخيصة اللي انت عاملها دي؟ في البداية كان صعب جداً إن حد يشتري طيارة بيردي اللي من النوع ده اللي من غير طيار، خصوصاً إن محدش جربها، لكن الموقف اتغير تماماً لما قررت CIA تشتري طيارة بيردي علشان تجربها في حرب منطقة البلقان سنة 1993. وقتها بقى ليندن بلو ما كانش مصدق ودانه وباع الطيارة فعلاً للCIA، وكانت طيارة رخيصة جداً لكن الطيارة كانت مفيدة جداً في التجسس والاستطلاع، وبعدها دفعت البحرية الأمريكية 31 مليون دولار لتطوير الطيارة بيردي اللي بقى اسمها بعد كده بريدتور. الطيارة دي في منها بريدتور بي، ودي اللي استخدمت في اغتيال سليماني والمعروفة باسم MQ-9 ريبر، وفي منها بريدتور سي أو اللي معروفة باسم أفنجر. المتوقع بقى أن الطلب هيزيد على النوعية دي من الطيارات في أغلب دول العالم، وفي منافسين طبعاً لشركة جنرال أتوميكس زي شركة نورثروب جرومان اللي بتعمل طيارة التجسس الشهيرة جلوبال هوك اللي بتطير على ارتفاع 60 ألف قدم وتكلفتها حوالي 120 مليون دولار. الشركة متخصصة كمان في نوعية الطيارات من غير طيار اللي ما بتشوفهاش الرادارات. نرجع تاني بقى للبريدتور اللي بتعتمد بشكل كبير جدا على الاتصال بالأقمار الصناعية أو الساتلايت كنترول سيستم. الطيارة دي كمان مزودة بكاميرات تصوير عالية الدقة بتصور بالليل وبالنهار، وبتقدر تحدد الناس من الأجسام المتحركة وغيرها بسهولة شديدة جدا. أجهزة الاستشعار اللي موجودة في الطيارة دي بتستخدم كمان علشان توجه صواريخ هيل فاير اللي موجودة تحت الجناحين عن طريق شعاع الليزر. كل ده في الطيارة اللي ممكن يتم إطلاقها من أي قاعدة من القواعد اللي موجودة قريب من المكان المستهدف، لكن التحكم في الطيارة ممكن يتم من أمريكا عبر المحيط، يعني التحكم في بلد والطيارة في بلد تانية عن طريق وحدة التحكم على الأرض أو الجراوند كنترول سيستم. وحدة التحكم اللي ممكن تكون موجودة في أي مكان في العالم دي تقريباً شبه الكونتينر كده، وفيها كل أجهزة التحكم اللي في الطيارة عن بعد عن طريق القمر الصناعي، وكمان الطيارين اللي بيتحكموا في الطيارة. واحد بيتحكم في قيادة الطيارة والتاني بيتحكم في السنسورز والكاميرا والتوجيه للصواريخ. من المعلومات المهمة في موضوع الدرونز ده وخصوصا تطور البريدتور هو المهندس اليهودي المولود في العراق أبراهام كارم اللي سافر مع عيلته لإسرائيل ودرس بعد كده في إسرائيل وصمم البريدتورز اللي كان مسميها الباتروس علشان كانت جناحاتها شبه طائر الألباتروس. برغم من انه فشل كتير في انه يبيعها للجيش الامريكي، لكن الاخوين بلو نجحوا انهم يشتروا افكار كارم ويقنعوا بيها CIA بعد كده، وده اللي حقق نجاح كبير جدا للنوع ده من الطيارات. بسبب الطلب الكبير على استخدام الطيارات دي بقت امريكا دلوقتي بتدرب طيارين للنوعيه دي من الطيارات اكتر من تدريبهم لطيارين بجد لطيران حربي او حتى طيران الاباتشي،
النوعية دي من طيارين الدرونز مختلفين خالص عن طيارين الطيران التقليدي وأقرب اللي بيعبوا جيمز منهم للطيارين، لأن أغلب الأجهزة اللي بيستخدموها للتحكم في النوعية دي من الطيارات ما تفرقش كتير عن الطريقة اللي ممكن تلعب بيها جيمز. في الحقيقة في جدل كبير في الحتة دي على المستوى الأخلاقي والنفسي وحتى الفلسفة العسكرية في تدريب الطيارين دول، لكن ده مش موضوعنا، ده ينفع موضوع أبحاث علمية للي عايز أتعمق بقى في الموضوع ده. بسبب موضوع الجيمز ده بقت الولايات المتحدة بتحاول تستقطب الشباب الماهر جدا في الألعاب علشان يكونوا طيارين للنوعية دي من الطيارات. تعال نشوف جزء من كلام حد من الطيارين دول وإحساسه. زي ما قلت لك النوعية دي من التكنولوجيا غيرت شكل الصراعات، وبقى للأسف الحدود الفاصلة بين الحرب واللا حرب مش موجودة تقريبا، وده عزز من فكرة الحروب غير المتماثلة إضافة لفكرة عولمة الصراعات إضافة للتأثير المباشر على التقاليد العسكرية نفسها. يعني ببساطة النوعية دي من التكنولوجيا لغت تقريبا فكرة روح المحارب، الموضوع بقى مجرد قناص عابر للحدود بيستخدم جويستيك في فيديو جيم. ما هذا العالم المرعب؟ إذا شلنا الجانب الإنساني من الحرب، إيه اللي هيمنع أن أي دولة تبعت مجموعة من الروبوتس تحتل دولة تانية؟ مش بس كده، ده هيبقى عادي جداً أنها تبيت كل الناس اللي فيها، وبسلم لي بقى قانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة اللي بيعاني أصلاً معاناة شديدة مع تطور التكنولوجيا اللي ما بيرحمش. عموماً التكنولوجيا سلاح ذو حدين زي ما دايماً بنقول، لكن المستقبل المرعب موجود في أغلب أفلام الخيال العلمي اللي اتكلمت عن التطور التكنولوجي وخصوصاً الأسلحة دي. تعال نشوف الجزء ده من فيلم أبوليفيون. لو فاكر ان ده خيال علمي، احب اقولك ان الذكاء الاصطناعي او الـ AI لما هيدخل مع الاسلحة اللي زي الدرونز دي هيعمل ثورة غير متوقعة وهيغير موازين حاجات كتير جدا احنا مش مستعدين لها. تعال نشوف تجربة على مجموعة من الدرونز اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي في التواصل ومش محتاجة طيارين من الاساس. فيلم خيالي بيحذر من تطور الاسلحة دي بالذكاء الاصطناعي، بس للمفارقة يعني التكنولوجيا دي موجودة فعليا، خصوصا بقى الدرونز اللي بتتواصل مع بعضها بدون طيارين، وهوري لك جزء بسيط من فيديو لبروفيسور رافائيلو دي اندريا في 2016 واحكم بنفسك. في الحقيقة تطور البشرية في التكنولوجيا بدون وضع المعايير الإنسانية في الاعتبار هيوصلنا لنقطة اللا عودة اللي ممكن بيها الإنسان يفسد الحياة بشكل كامل، وهنا أنا أقصد الحياة البشرية مش الحياة اللي مليانة آلات بتتحكم في كل شيء لدرجة إن البشر نفسهم مش هيبقى ليهم لازمة. أنت إيه رأيك؟ تفتكر ده ممكن يحصل في يوم من الأيام؟ كل اللي أقدر أقوله لك إن العالم في المستقبل هيكون مليان بالآلات الذكية، لكنه عالمنا وليس عالمهم إلا إذا تركناه لهم. استنونا في حلقة جديدة وعلى تيك توك على القاهرة والناس.